يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الأشرطة المسجلة التي تقرأ فيها المتون، وذلك للمساعدة على حفظها، ومن ضمن تلك الأشرطة متون الأحاديث، فتقرأ بطريقة الرجز وصلا وقطعا، فما حكم قراءتها بهذه الطريقة؟ والله ما أدري عنها، لما أسمعها وأشوفها ما أحكم عليها إلا إذا سمعتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الكلام في المسجد بكلام من كلام؟ ولو المقصود الحفظ، أنا أشوف الناس دلوا يتهافتون على الحفظ، المقصود الفهم، الفهم والفقه فيها، ولا لو تحفظ الصحاح والمسانيد وأنت لا تفهمها ما في فائدة، تكلف نفسك بدون فائدة، خلها بالكتاب، الكتاب أضبط منك، إنما المقصود الفهم، ولو كان حفظك قليل مع الفهم خير كثير، أما حفظ كثير مع عدم الفهم لا فائدة فيه. نعم.